أهلين وسهلين في أحلى الأماكن اللي ممكن تزورها في مدينة جاتينو اللي هي لاك ليمي. لاك ليمي هاي المنطقة اللي موجودة وراي، منطقة جميلة جدا تقع في قلب مدينة جاتينو في جزء هال. زي ما انتم شايفين وراي الهيلتون والكازينو، هذه البحيرة حفرت عشان يوصلوا المية للكازينو والفندق. طبعا هي لو بتضلنا غاد بتوصل مع نهر جاتينو. كان الرائع الجميل في تراك ممكن تمشي فيه، بمشي هيك حوالين كل البحيرة، وحوالي بأخذ منك 40 دقيقة. في المكان اللي قدامي هناك اللي شايفينه في أماكن نايس بتقدر تسبح، في دشات، في حمامات، في أماكن للباربيكيو موجودة جميلة جدا. العوائل دائما بتروح على هذا المكان وبتحب تقعد وتنبسط وتغير جو. في أماكن ألعاب للأطفال. الباركينج اللي موجود في هذه المنطقة بيجيبك من منطقة جاتينو، أعتقد أنه $5 الباركينج فيز. والمنطقة اللي جاياك من هال اللي هو هذا الباركينج اللي ورانا، هذا فري. فإذا أنت بتقدر تمشي من هون لغاد ما بكلفك أي إشي مع أولادك، تنبسط وتغير. هلأ زي أنتوا شايفين هون في قوارب. هاي القوارب تؤجر من قبل مدينة جاتينو. في بالمكان هذا اللي أنتوا شايفينه وراء الشجر هذا زي مكتب لتأجير القوارب. بأجر هاي القوارب for free إذا معك كارد أكسس جاتينو. حنحكي عن كارد أكسس جاتينو هلأ. هي عبارة عن كارت، إذا أنت مقيم في مدينة جاتينو مش في أوتاوا، مقيم في مدينة جاتينو تقدر تحصل على هذا الكارت. سعره أعتقد بالسنة كلها $15، بأهلك أنك تستخدم كل المرافق الخاصة في المدينة، منها المكتبات، المسابح، الأماكن اللي زي هيك. بتأخذ free rental لمدة أعتقد ساعة أو ساعتين. في الشتاء هون بيصير كروس كونتري سكيينج، يعني بتقدر تمشي بالثلج، وبرضه بعطوك زي زلاجات ثلج ببلاش. شايفين العصافير هون والنوارس والبط بسلام آمنين، وإن شاء الله أشوفكم بحلقة تانية عن أجمل ما ممكن تشوفوه في مدينة أوتاوا وجاتينو. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.